السلام عليكم، إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله نسمع أخبار النصر من فلسطين عن قريب. بعد يومين ثلاثة من الانهيار تقريبا أنا انهرت، يعني من كتر ما يعني شفت فيديوهات لا يمكن أنه يتحمل عقل يعني. بس بعدين هيك مسكني جوزي وشدني وقال لي أنت إذا بتنهاري وولادك مين بده يدير باله عليهم، وشو بيستفيد الوطن وشو بتستفيد القضية. مع أنه أنا إنسانة قوية على فكرة، لكن ما في شخص قوي بيحتمل كل هالكم من الألم والقهر والذل والوحشية. هلأ خطر لي بس هيك لحتى أكون مفيدة، كمان شعور الواحد بالعجز وأنه ما قادر يكون مفيد أبداً كمان هذا بيضايقه وبيقتله. حتى أكون مفيدة عندي نصيحة لكل النشطاء على السوشيال ميديا، غير أنه لا تتعبوا ولا تتوقفوا عن النشر، مو بس النشطاء، والله إذا ما عندك غير عيلتك على صفحاتك عيد النشر لحتى نضل متذكرين ولحتى نتثقف نوعي. لو بتوعي شخص واحد فأنت عملت خير، بالإضافة لأنه كتر النشر بيعلي من إمكانية وصول هاي الرسالة للعالم كله. لا نستهين بالسوشيال ميديا، بالصفحات التواصل الاجتماعي، لأنه الغرب كتير بيستعملها، وغصبا عن الخوارزميات يلي مخترعين الناس اللي عملوا السوشيال ميديا. يعني هن هاي الخوارزميات هي اللي خلينا نقول الذكاء الاصطناعي يلي بيختار كلمات معينة وبينشرها أو بيخبيها أو كذا. هاي كتر النشر بيتغلب على هاي الخوارزميات لما بصير ناس كتير بتكرر نفس الهاشتاغات، الوسم يعني نفس المنشنات اللي هي إنه تذكر حساب شخص معين. هلأ الخطة اللي أنا بنصح فيها، أول شيء نحنا كعرب ما لازم فقط نتفرج على فيديوهات القتل والقهر والظلم والذل وتتكسر معنوياتنا أكثر وأكثر، لأنه بالمقابل في أشياء جيدة ترفع المعنويات. فكل أول شيء خذوا المعلومات الموثوقة من الناس الموثوقين الموجودين بقلب غزة، على سبيل المثال وليس الحصر وائل الدحدوح وبلستيا العقاد ومعتز عزايزة و في كذا شخص الحقيقة موجودين على أرض الواقع، وهن عم ينقلوا لنا الأخبار من هنيك، وهن عم يكتبوا بالإنجليزي وأحياناً عم يحكوا بالإنجليزي. أي فيديو بيطلع من عندهم نعمل له مشاركة على صفحاتنا، وكل مرة تذكروا بالوسم بالهاشتاج أو بالمنشن شخصيات مشهورة معروفة بمواقف الإنسانية مثل أنجلينا جولي، مثل جورج جالوي، هذا الإنسان السير جورج جالوي، كتير هاي المشاهير يلي معروفة بميلة للقضايا الإنسانية بشكل عام. هاي من جهة. من جهة تانية بناخد من عند هدول الأشخاص أو بناخد الفيديوهات اللي هي عم تترجم للعربي، كتر خيرهم في كتير ناشطين عم بيترجموا للعربي من عند نشطاء كتير كتير كتير، أستراليين، بريطانيين، فرنسيين، يهود، هن ضد هي الإبادة اللي عم بتصير. أكتر ناس عم ينزلوا جويل ماردنيان، فنانة هدى الخطيب، أستاذ عارف طويل، حبيب الغطار، كتير كتير عالم، كتير عالم عم تنزل فيديوهات تظهر انهيار الاحتلال وجنوده ووقوف الغرب ضد ما يحدث في غزة وفي فلسطين بشكل عام. فخلينا نشتغل على الاتجاهين مع بعض، ننقل الصورة المؤلمة للغرب ونجيب من عند الغرب الصورة يلي بترفع معنوياتنا لحتى نضل مكملين وصامدين. وفي شغلة كمان، تويتر يا جماعة، إكس، منصة إكس حاليا يعني كتير مؤثرة وكتير فعالة، وهي بتوصل أكتر لصناع القرار بالغرب وبالعالم العربي حتى. فاللي ما عنده تويتر نصيحة يفتح تويتر أو ينقل عن تويتر، خاصة أنه هذا الزلمة إيلون ماسك فاتحها، قال قولوا اللي بدكم إياه، ما بنعرف شو غاياته وشو أسبابه، وإن شاء الله يطلع زلمة كويس بالآخر، لكن نحن بدنا نستفيد من هي الميزة.
طلب أخير رجاءً، بلا ما نحن الدول العربية هلا نعلم على بعض ونقعد نخون بعض، وأنت هاي الدولة منيحة وهي الدولة لا، وهي وقفت وهي لا. نحن كعرب كلنا من مصلحتنا، ومصلحة مصلحة مو عواطف، بدنا بقى نبطلها لهي العواطف. نحن مصلحتنا الجغرافية والطبيعية، نستمتع بثرواتنا ونستثمر بأنفسنا ونستغل أنه نحن حدودنا الجغرافية مفتوحة على بعض ونحكي نفس اللغة. مصالح يا عمي، من مصلحتنا ما يضل في ولا عدو على أرضنا، ولا محتل، ولا أجنبي، ولا حدا، ولا حدا بالمرة. فنخف على بعض كعرب، وأي شيء بتعمله أي دولة سواء كان إنساني ولا دبلوماسي كتر خيرها. نركز على الشيء المنيح اللي عم ينعمل، وحيدولنا الأشياء الثانية اللي نحن لسه ما متأكدين أنها عم بتصير أو لا. رجاء ومعلش، اليوم العالم واقف مع الأقوى، مع اللي عم يوصلوا صوته أكتر، واقف مع الأقوى بغض النظر. بكرة العالم رح يوقف مع المنتصر، ويا رب النصر لفلسطين.